الأول بس حابب أنوه إن شاء الله مراجعات الأفلام هتبدأ، النقطة اللي أنا تأخرت فيها يعني من مدة طويلة كنت أبدأ، وبإذن الله المراجعات دي هتكون أسبوعية، وهنبدأ ببداية كريستوفر نولان فيلم فولوينج، فانتظروه إن شاء الله. أما عن فصل ون بيس، فالفصل ده مخيب جدا على عكس المتخيل، مش شايف إن هو فصل قد كده إلا ممكن نقطة واللي هي متعلقة بشانكس واللي موجود في دماغ الشخصية، غير كده الكاتب تعمد إن هو يبتعد أو يتعمق في النقطة اللي هو طرحها بشكل يقهر زي كل مرة أو زي مرات كتير حصل. كما العادة هنبدأ واحدة واحدة. شخصية تام، كما كان متخيل الشخصية أصبحت الهدف، وبالتأكيد يعني مش هيتم يمسكها بسهولة إلا لو قلنا إن دلوقتي السي بيتحركوا عشان إن هم ياخدوها، ده لأن المجموعة اللي معاه مش هتكون كافية لإن هم يحموها، بالأخص طبعا مع نامي وأوسب اللي هم حتى برضه مع اللي نامي وصلت له مش هيكونوا كفء ومش هيكونوا قد كده. لكن الغريب في النقطة ديت إن السي بي ما اتكلموش عليها، ما وجهوش أو ما تعمقوش او ما شفناش منهم تلميح على السبب في انقلابة الاحداث ديت، هم كانوا متفاجئين ولكن ما شفناش تعليقهم على سبب التفاجئ، لان المفروض كلاب الحكومة اللي من النوعية ديت يكون عندهم مبدأ ثابت، اي شخص قادر على انه يأثر على الناس المفروض انهم يحاولوا انهم يخرسوه او يسيطروا عليه او يستفيدوا منه، يحبسوه ياخدوا قدراته، فغريبة ان مفيش اي تعليق منهم على الموضوع، بالاخص ان الموضوع ده تم اذاعته في الجزيرة كلها فهم بالتأكيد سمعوه، ده لان المفروض الشخصيات ديت عندهم انفه دلوقتي التخلص من هوزهو اللي هو عنده معرفة بكام معلومة تاريخية، وعشان قدر ان هو يهرب عايزين يتخلصوا منه، فما بالك دلوقتي بشخص قادر ان هو يسيطر على حشود. طيب من هنا في عندنا امرين، واحد نقطة فيها نقاش شوية مش كتير، والنقطة التانية هي هخة على هوزهو وعلى اللي كون شخصية هوزهو. خلينا نبدأ بالنقطة اللي فيها شوية نقاش. حكي التسلح بالشكل اللي ظهر لنا بيه مع جيمبي ان هو مش شيء مطلق ضد الهجمات اللي هي خارج اطار الهاكي ذات نفسه وخارج اطار استخدام الشخص المضاد او العدو للكايروسكي، وطبعا احنا هنا ما بنتكلمش كمان عن الفاكهة، بنتكلم على القدرات اللي هي خارج التلات حاجات دول. في قدرات تانية شخصيات ممكن يوصلوها لمستوى ان هي تقدر تتفوق على مستوى الهاكي، ده لان جيمبي زي ما احنا شفناه اصيب وتجنب هجمات وبعد كده هو قادر انه يتصدى ليهم، ولكن من الواضح انه استخدم كم هاكي اعلى عشان يقدر انه يتصدى لضربة هوزو. بيت القصيد في النقطة دي ان لوفي وطاقمه ساعة لما يواجهوا بالاخص مع جانب الحكومة هيظهر لنا قدرات منهم بشكل ومستوى عالي، حتى ولو كان طاقم لوفي ولوفي معلم من مستوى الهاكي اللي موجود عندهم، بالاخص لما نيجي عند ايمو وعند الجروس، الكلام ده طبعا بعد 17 سنة ولا حاجة. أما النقطة اللي مش داخلة دماغي ولا قادر إن أنا أتخيل غير إن هوزهو ده حتة تافه شايف إن هو مش هيعمل بخمس وروش قدام شانكس وهو اللي هيحصل فعلا لو جرب، إلا إن هو دلوقتي قال أوجه ضغنتي أو أوجه غضبي تجاه الشخص اللي عنده الفاكهة، يعني هو من الفصل اللي فات كده بصوت إخواتنا في الكويت. يعني أنت الحين ما تحكي موضوع الحين. الأسوأ في النقطة ديت إن ده سيناريو مكرر، السيناريو ده حصل قبل كده، وكانت برضه حاجة غبية ساعتها، وبرضه ساعتها كانت في دريس روزا، وده مش تشبيه مني لدريس روزا، هو بأرك وانو، الكاتب هو اللي عمال يشبه ويربط الأحداث ما بينه وبين نفسه. فالسيناريو ماشي طبقا لإن هو نوعا ما بيتكرر، ودي مش حاجه جديده اساسا في ون بيس، الكاتب عمال يكرر بشكل كبير الاركات ورا بعض، لوفي يروح مكان يركل مؤخره العدو ياكل لحمه ويمشي. كان ممكن اقول ان اللي هوزهو عايز يعمله هو مجرد انتقام مصغر للشخص اللي عنده الفاكهه في الوقت الحالي، وده بنوعا ما اللي حصل في دريس روزا واللي مخلي الموضوع ساعتها احسن من الوقت الحالي على الرغم برضه من غباوته، الا ان هوزهو قال ان هو هيوجه ضغينته ناحية حامل الفاكهة عشان هو معاه القبعة بتاعت القش. النقطة اللي فيها نقاش بقى اكبر واللي بنطلع بيها من الكلام ده هي متعلقة بشانكس. شانكس دلوقتي خد الفاكهة ديت وحكومة العالم متعاونة او هما شايفينه شخص مميز بالنسبة لهم ازاي. على الجانب التاني برضه حكومة العالم كده حبست هوزهو مش عشان فقدان الفاكهة بل عشان هو ما كانش كفء لحمايتها من شانكس او لحمايتها بشكل عام، الأمر مش متعلق بفاكهة المطازة نفسها وأهميتها بل بفقدانها، فواكه الشيطان حاجة مهمة فهم كانوا واخدينها كده وخلاص، ولكن برضو
يعني معرفتهم بان هي فاكهة المطاط وديت حاجة صعب ان يكون متخيل وجودها، لاننا شفنا قبل كده مع السي بي 9 اتقدم لشخصيتين فواكه وهما ما كانوش عارفين القدرات بتاعت الفواكه ديت ايه. فمن الواضح ان فاكهة المطاط هي اللي فيها حاجة مميزة، واحنا ساعتها بنتكلم على شخصيات عندهم معلومات، وفي الوقت الحالي برضو بنتكلم على شخصيات من نفس الفئة اللي هم السيبي اللي هم عندهم معلومات من جوه الحكومة، كلاب الحكومة. فيبقى التساؤل هنا ازاي حكومة العالم حاطة ايديها في ايد الشخص اللي هو قرصان، الشخص اللي خد منها فاكهة نوعا ما بالاهمية ديت، لو كان ليها اهمية تاريخية او اهمية قوة، ولا بنرجع تاني الفاكهة ملهاش اي اهمية واحنا اللي كنا عمالين نهبط في نظريات وخلاص. ولكن خلينا نميل ناحية الافتراض بتاع اهمية الفاكهة لان ده الراجح. مركز شانكس كده بالنسبة لحكومة العالم ان هو شخص بيملك شيء ممكن يقدر يقلب العالم كله بيه، محدش هيقدر ان هو يمنع انقلابة العالم ديت لو شانكس قرر ان هو يستخدم من الحاجة اللي في ايده دي، فالحكومة لازم ان هي تستمع ليه وتتغاضى شويتين تلاتة اربعة عن الحاجات اللي هو بيعملها. وده احتمال وارد جدا لكون ان الشخصية ديت مش شخصية عادية، الشخص ده كان في طاقم روجر فالمعرفة اللي موجودة عنده مش بسيطة، أو إن الشخص ده هو حليف للحكومة من البداية وبيتلاعب من البداية. بس في النقطة دي شوية حاجات هتناقض بعضها، زي إن الشخص ده هو الشخص اللي اختار روجر عشان يكمل كفاح رسالته، الحاجة اللي باينة في رمزية قبعة القش اللي شانكس بالتبعية نقلها للوفي. فساعتها احنا بنتكلم ان نظرة روجر خابت، نظرة ريلي خابت، نظرة سكوبر جابان، الطاقم كله بتاع روجر، ومفيش اي حد قدر ان هو يلاحظ النقطة دي. ده احتمال اجي اقرب للمستحيل، يعني ان الشخصيات دي كلها حتى ما شكتش فيه بقدر ما، الا طبعا لو قلنا ان شانكس عنده انفصام فهو في شخصيتين، من واحد مع الحكومة والتاني دي مع القراصنة. بس لا، مش السيناريو مش مقبول بصراحة. النقطة ديت هي النقطة اللي فيها الزبدة، وهي النقطة اللي فيها كلام، على الرغم زي ما قلت ان النقطة ديت مبنية او جاية من ورا نقطة فيها هخة اللي هي جاية من عقلية هوزو. النقطة بقى التانية اللي مش فاهم، انا نسيت ان انا اعلق عليها ازاي بصراحة الفصل اللي فات، هروب هوزو من السجن. بما ان الحدث ده مربوط بان هو من 12 سنة، وهي ديت نفس السنة اللي مات فيها فيشر تايجر، وعرفت النقطة ديت ازاي من السن الخاص بكوالا، اللي هي حاجة بترجعنا لان ساعتها الشخص اللي كان معروف بان هو محرر العبيد وقائد قراصنة الشمس كان فيشر تايجر بنفسه، وهم بكل صراحة كانوا ضد التنانين السماوية بشكل علني كده. فهروب هوزو كنت هقول ان هو حصل اما بنفسه، ولكن كنت هستبعد النقطة ديت بعد كده ارجع اكدها لان مفيش اي احتمال تالي ان هو يكون قدر ان هو يهرب. كنت هقول ان هو من الامبل داون، ولكن في احتمالات تانية ان هو ممكن يكون هرب من سجن عادي تاني، او انه هرب بفضل فيشر تايجر، ولكن النقطة ديت هو نفاها بنفسه في الفصل ده، او انه هرب لما كان في الامبل داون بسبب لوفي، ولكن زي ما قلت في حاجات بتناقض ان هو كان موجود في الامبل داون، زائد كمان ان هو مستحيل يعني لو كان حتى في الامبل داون ولوفي هو اللي قربه يكون حاقد على الشخص اللي انقذ حياته. ليه بقى هروب الشخصية ديت هي نقطة ممكنة، نظرا لكم المعلومات اللي هي موجودة عنده، نظرا لمكانة الشخصية اللي هو كان بيحمل، بالاخص ان هو عارف انه اما هيقضي حياته كلها في السجن او ان هو يغامر ويهرب. الشخص بقى اللي كان بيشير ليه هوزو بلقب نيكا هو في الواقع هيكون فيشر تايجر، لانه اقرب شخصيه بالاخص مع رمزيه نقطه الشمس اللي هو كان شعار قراصنه الشمس، قراصنه فيشر تايجر، واللي هو الشخص اللي كان بيحرر العبيد من 12 سنه. فديت مش اسطوره مربوطه بالتاريخ الساحق الماحق القديم، عشان كده انا شايف ان الترابط في الفصل ده عادي، مش ترابط يفجر الدماغ، لا ترابط عادي. إضافة كمان على إن الجانب العادي أو الأكثر عداوة في الفصل ده هو القتال، حاجة متخيلة جدا، وما كنتش شايف إن أساسا جيمبي هيواجه عقبات كتيرة، بل إن كمان مستوى هوز هو أقل مما كنت متخيل، وسقط بشكل سريع جدا، لأن المواجهة اللي حصلت ما بين الشخصيتين في الواقع هي اللي حصلت من اللحظة دي. جيمبي كان قبل كده بيواجه مجموعة فكان لازم يدافع عن نفسه ضد الرصاص وخلافه. حتى القتال انا مش شايف ان هو قد كده. جيمبي ممكن نقول كمان ان احنا اللي كنا مقلل، او انا اللي كنت مقلل من قدره تبعا لاننا نسينا بقى هو كان بيعمل ايه قبل كده. وبس، ده كان كل اللي كان عندي في الفيديو النهارده. لايك شير سبسكرايب، شكرا على المشاهده، سلام.